ضيفنا اللي معنا الليلة من أكثر إذا بدك السياسيين لباقة وكياسة وحضوره محبب فلقوا يعني هلأ جديد عليه عن جد ومحبوب ونحن بحديث البلد قلنا معزة خاصة لإله معزه كتير صحيح أوكي. صحيح بعدين حتى خصومه بالسياسة بعتقد بيكونوا بشاطروك الرأي يعني بهذا الموضوع صحيح كلهم بيحترموه بيحبوه خلينا نبلش معه هلأ حديث البلد مع جان أوغاسابيان أوغاسابيان أهلا وسهلا فيك بحديث البلد أنت نائب لبناني خريج المؤسسة العسكرية يعني ابن دولة مثل ما بيقولوا كيف وضع هالدولة اليوم بعد 342 يوم من الفراغ الرئاسي عم نعدهم يعني الهيئة موسم فراغات هلأ عم يبشرونا أنه المجلس النيابي رح يتعطل بالرغم من كل جهود الرئيس بري يعني وبنفس الوقت في كلام كتير انه البعض بده ينسحب من الحكومة مرتاحين الجماعة يعني بس انا الحياة كتير مؤمن بهذا البلد وبنفس الوقت منظر بإيجابية لهذا الشعب اللبناني جان أوغاسابيان هلأ كتب توت تعرف توت بيكتب تعليقات عنا على أسفل الشاشة قال البلد بلا رئيس مثل الشاورما بلا كبيس يعني ما له طعمة يعني بلا كبيس يعني ما طيبة يعني هو أنا بالزمان قلت البلد بلا رئيس مثل جسم بني آدم بلا رأس لا بيقشع ولا بيشم ولا بيحكي ولا بيسمع هذا هو البلد حالياً الله يفرجها مش غريب هالبلد انه بيمشي بلا شيء اوقات ماشي يعني ماشي لوحنا بيمشي بلا وزاره بيمشي بلا مجلس نواب بيمشي بلا رئيس بيمشي بضل ماشي فوضى فوضى يعني هلا ايه لازم فوت على الجينيس بوك او على عجائب الدنيا السبع مثلا جان أوغاسابيان انت لبناني من اصل ارمني والارمني بالعالم عم بيحيوا طول شهر نيسان الذكرى المئويه للمجازر الارمنيه اللي بلغت ذروتها ب 24 من هالشهر اليوم طلعت بعض الاصوات اللبنانيه المتعاطفه مع تركيا يعني بظل الانقسامات الحاضره والرافضه لاحياء هالذكرى باقفال المدارس وحتى البعض رفعوا الاعلام التركيه على شرفات منازلهم يعني بدون ما بدنا ندخل بالاصطفافات او بالتصنيفات كمان بيحرجك انه يكون بعض من اللي كانوا منتمين لتيار المستقبل او بعض من الحلفاء يكونوا اخذين هيدا الموقف الموضوع ما بيحرجني بس اللي بدي اقول لك شغله اول شيء انه انا بفتخر وبعتز انه انا من ابناء هول الشهداء اللي استشهدوا من اجل القيم الانسانيه الكبرى وبنفس الوقت ببلك انه نحن بالنسبه لنا كارمن بلبنان وبالعالم يوم 24 نيسان مش بس ب 24 نيسان هو بكل لحظه بكل ثانيه هو بالذاكرة بنفوسنا بقلبنا بعقلنا بتفكيرنا بمشاعرنا وراح في كثير من الضحايا الأبرياء ايوه حنستمر يعني حنستمر من نضال من اجل الاعتراف بالإبادة بس من جهه ثانيه بقول لك انه نحن لنا كنا الاعداء لاحد هيدي المساله منا مساله طائفيه نحن قلنا كل الاحترام والتقدير والمحبه بس انا شخصيا بينك وبين حالك ما زعجك هالامر لا اقول لك شو نحن قلنا كل الاحترام والمحبه للاسلام الإسلام بالنسبة لنا دين محبة، دين سلام، دين انفتاح وأيضاً لسنا بموقع العداء مع الأتراك، مع الشعب التركي كمان أيضاً ولكن نحن كل اللي بدنا إياه بدنا العدالة، بدنا الحقيقة، بدنا الاعتراف بدنا أنه السلطة السياسية بتركيا الحالية تعترف بالإبادة اللي حصلت أيام السلطنة العثمانية توت عم بيقول أنه بتركيا الأرمن مسموح أنه يحتفلوا بهالذكرى بس بطرابلس لا اليوم بطرابلس صار في ثلاث مناسبات فاتوا ببعضهم في اشكاليه عن الموضوع اول شيء في احتفال هن يعني بيحتفلوا بانسحاب الصليبيين من طرابلس هذا سنوي بيعملوه وبنفس الوقت كان في مهرجانات بالفيحاء بين 20 و26 وكان في فريق احدى النوادي الثقافيه عندهم رقص ما لها علاقه بالمجزره
فات الامور بعضها. ما بدنا نعطي من بعض عم بيحكي من منطلق بعض الاصوات اللي انطلقت من طرابلس. انا اللي بدي اقول لك اياه انه اليوم نحن نؤمن بالحريات، كل واحد عنده رايه، بس تمنياتي انه ب 24 نيسان السنه الجايه 2016 يكونوا اهالي طرابلس جنبا الى جنب نحن وياهم سوا عم نطالب بالحياه والعداله. صح، لانه الظلم ما بيفرق بين شخص وشخص، وهيدي قيم كبيره يعني لازم كلنا نكون متفقين عليها. كلنا اولاد الله وكلنا تابعين للاديان السماويه. صح يعني، وما حدا بيرضى، ربنا ما بيرضى الظلم لحدا. طبعا. جان اوغا سابيان، انت من الاشخاص المحبوبين ببيئتهم والكل بيحترموا هدوءك واتزانك، وخاصه سيدات الاشرفيه. طنطيط يعني الطنطيط عنده شعبيه اسمها لك كثير. عن جد عن جد عندك خيرك عزيزتي. لا لا، هيدي الحقيقه، هيدي الحقيقه. نعم مزبوط ولا لا؟ يعني في هلا ذكرتيني بقصه صارت معنا يوم انتخابات 2009، انتخابات نيابيه. كان في اقلام اقتراع بمدرسه السكركور بالجميزه، ونحن عم نعمل جوله على اقلام الاقتراع. وصلت على الجميزه شفت الستات عاملين صف كو يعني، وشفت ست قاعده على الكرسي على مدخل قلم الاقتراع، ست يعني كبيره بالعمر بس هيك مزبطه حالها، مرتبه ميك اب وكل شيء كثير على اصيل ستات الاشرفيه الى اخره. دغري فصلتها التفصيل كله لانه بتلفت نظر اذا يعني ست يعني كبيره نظر مرتبه للغايه. شافتني بونجور مسيو المينيستر، بونجور سافا وزالي بيانك، طبعا على الفرنساوي بطريقه الفرنساوي وحدا تكتتهم الفرنساوي. ايه طبعا قالت لي انه انا الحقيقه جاي انتخبكم، بحبكم كثير انتم. نعم. لا يا عمي كتر خيرك، بس قلت لها بتريدي انه ساعدك تفوتي تنتخبي لانه حرام؟ قالت لي لا انا بفوت بدوري. انه كيف بدوري بقعد عليك؟ فوت بدوري وجوفي لك انه بوقف بالصف. كيف واقفه بالصف؟ بدك قاعده انت. قلت لها ما انا هلا انت قاعده، كيف واقفه بالصف؟ قالت لي لازم تكون ذكي لتعرف. يعني ما قد ايه بحبوك وما عم تفهم عليهم يعني كعشوائي. كانت غيرت فكره. قالت لي فوتات الانتليجون بور سافوار، صرنا هلا وكنا بقصه، صرنا بقصه الذكي، صرنا بغير عمليه. طلعت انا يا عمي نطلع حولنا كيف هالقصه. قالت لي طلع بهالصف لنشوف. طلعت قالت لي ما شفت هيدي الصبيه واقفه؟ بلا موجود في صبيه. قال لي هيدي الصبيه حفيدتي، جيت انا وياها سوا، هي اخذت دور بس وصار دورها، بس وصار دورها على القلم فوت انا بنط. كتر خير بقى. تحيه لإله وتحيه لهالطريقه الراقيه يعني كمان اللي هي عملتها بافريقيا. يعني عم بيعملوها في فتره كانوا حاطين صوره على الانترنت بافريقيا، بس حاطين اجلكم صبابيط وهيك صافين ورا بعض وكل واحد بيعرف دوره من ورا. منيحه كمان هيك مبتكره. لا ايه بخففوا وجع اجرين يعني. من الاول بصير معنا كثير اشياء هيك احيانا من الصفوف. يعني حلو انه تضل بقى من لبنان فيها ناس عايشين بلافي ان روز او بتمثل لافي ان روز بالرغم من كل المقاسي اللي عم نقطع فيها وهن اكيد عم بيقطعوا فيها. توت كتب لك هلا انه لافي ان بلو هيدي تيار المستقبل. الحمد لله لافي ان روز الدنيا كلها زرقاء، ليك المسرح هون كله ازرق. جان اوغا سابيان، خلينا نروح على الانترفيو السريع. جان اوغا سابيان وانترفيو حلم. بكلمة حلمك الكبير أو بعبارة؟ اللي تتجوز بنتي والوطن بالسالم وسليم. الله يخلي لك اياها وتشوف الاحفاد يا رب. حلم مزعج غير انه قاعد هلا حد نعيم وهيك راكب بشباخ راني فيني. عندك قلق النفي يعني القلق ما عم نحكي عن الاباده.
حلم بتعرف انه ما راح تحققه؟ بصير رئيس جمهوريه. بس هو حلم عندك؟ هو حلم؟ طبعا حلم ورغبه واللي بدك اياه. حلم بيتكرر بمنامه، كلنا عندنا هيك احلام بترجع. انه يمددوا له دائما بالمجلس، يضل يمددوا للمجلس. وقررنا التمديد وللمره الثانيه والثالثه والرابعه وال نهار اللي صار التمديد الاول طالع انا من المجلس باتجاه بشارة الخوري، كان في زحمه سير. واقف انا عم سوق، شخص وقف حد مني دق على ازاز، فتحت له الشباك، زلمه هيك مرتب، افتكرت بيقول لي شيء حلو يعني، قال لي هلا مبسوط بحالك انه مددته؟ طلعت انت بوجهه يعني.